أرادوه بلدا لا أمل، بلدان يدفع بمواطنيه إلى أقصى مستويات اليأس لدرجة الانتحار. بعد ناجي الفليطي في عرسال الذي لم يملك 1000 ليرة لابنته، داني أبي حيدر أب لثلاثة أطفال وضع حدا لحياته في عمر 39 بسبب تردي ظروفه المعيشية. هو الذي كان شارك في الثورة منذ يومها الأول. شاب مثل قلب نهار بيسوى عائلته كلها ودولته كلها، مات وهلأ إخواته عم ينتحروا. لا قيمة لأي كلام أمام مشهد والدة داني المدرجة بدمائه. داني تصرخ من عمق المأساة وشدة الوجع وتردد كيف عاد ابنها فجأة من عمله صباحا وانتحر في المنزل في سن الفيل، بعدما أصبح يتقاضى نصف راتب لم يعد كافيا ليعيل أهله وأولاده وزوجته. ابني انتحر بسبب الدولة، بسبب ميشيل عون وباسيل، ليضلوا هن على الكراسي. ولادنا لازم يقتلوا حالهم كرمال 3 مليون طلبهم في الدكان اللي أكلنا وشربنا، ما معه يعطيه. طولوا بالكن علي بالشغل، عملوا له نص معاش، عنده 3 أولاد وأمه وبيه وخيه. قتل حاله بجفت العصافير برصاصة عصفورة. شاب مثل البطل بيسوى كل هالدولة كلها. ينزلوا على الكراسي كلهم ينزلوا، أنا ابني مات. فللوا أهله، شحطوهم من البيت، شحطوا بي ولداني من شغله وصار معيل عليهم هو العائلة. تاني شيء اللي وصلوا لداني إنه يعمل هيك، مصاريف بيته بده أكل 2 مليون ليرة بالشهر لعائلة، صار نص معاش داني، وين بدي لحق بعد؟ قليلة. أي ظروف معيشية بتأدي إنه داني يضل مستمر بهالحياة؟ العالم بتقول ليه انتحر؟ ليه عمل؟ لما بده يكون في قدامه 3 أولاد ما عم ياكلوا، شو بده يعمل بعد؟ الله يفرجها على الكل، وإن شاء الله هالشعب بقى يوعى وينزل كله على الأرض، يبطل لاحق لا جبران باسيل ولا سمير جعجع ولا ميشيل عون ولا حركة أمل ولا الحزب، حتى ما يقولوا إنه نحن مع جماعة معينين. نحن مع الشعب وبس، نحن مع لقمة عايشنا، هاي اللي بدنا إياه، ونحن من أول عالم سكرنا الطرقات ونزلنا لنطالب بحقوقنا بس. هلا الطريق مفتوحة وكل يوم عم بيموت شهيد، كل يوم الطرقات كلها مفتوحة والشركات كلها مفتوحة. خلي يفرجونا بعد جمعتين شو بده يعملوا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي شو بدي أعمل يا داني. داني الذي كان يجمع قطع أجهزة الإنارة انطفأ، وفي اليوم نفسه حاول مواطن من مجدل في عكار إحراق نفسه. فكم من مأساة بعد قبل أن يبرز بصيص الأمل.